نجم من أشهر النجوم عند العرب والمسمى بالنجم فيجا أو النسر الواقع، أدخل العلماء في حيرة أكبر مما كانوا عليه خلال الأيام اللي فاتت. فريق بحثي من جامعة أريزونا الأمريكية استخدم تلسكوبي هابل وجيمس ويب مع بعض لرصد شيء غريب ومريب حوالين هذا النجم الساطع فائق السطوع، خامس أسطع النجوم في سماء الليل واللي نقدر نشوفه بالعين المجردة. إيه اللي اكتشفوا العلماء في النجم فيجا اللي أصلاً كان محيرنا طوال عشرات السنين اللي فاتت، وهو بالمناسبة أول نجم نرصده بأجهزتنا الحديثة بعد الشمس، ونرصد طيفه كمان من يجي أكتر من 150 سنة فاتت؟ إيه قصة النجم اللي كان العنوان الرئيسي لأحد أشهر أفلام الخيال العلمي في الفضاء، فيلم كونتاكت من إنتاج سنة 1997 بمؤلفه الفلكي الشهير كارل ساجان؟ وإيه قصة ظهور النجم ده من خلال القرص الدائري اللي بيحيط بيه واللي حجمه أكبر من مجموعتنا الشمسية 3 مرات؟ وإزاي الفيلم تنبأ باللي اكتشفه جيمس ويب وهابل من أسابيع هناك في النجم قبل أكتر من 40 سنة فاتت؟ أهلا بكم. الحقيقة إني مغرم جدا بالنجم النسر الواقع. كل يوم بعد المغرب والوقت طويل كنت بحب أشوف النجمتين دول ناحية الغرب، النسر الواقع فيجا والنسر الطائر، وحابب أننا ننطلق في رحلة مشوقة وممتعة ومثيرة جدا ناحية نجم من أغرب النجوم في السماء القريبة من الأرض. يلا بينا نسافر النهاردة مسافة 25 سنة ضوئية بس، خير الحجم الهائل. المسافة دي بالنسبة لنا لا يساوي شيء في مجرة نظر بالتبانة، ناهيك عن المجموعة المحلية والكون المنظور. النجم ذو اللون الأزرق، يعني نجم شاب حجمه ضعف الشمس تقريبا على بعد 25 سنة ضوئية من الأرض، وبيتميز بدوران سريع حوالين نفسه، وهو خامس ألمع نجم ممكن تشوفه بعينك في سماء الليل، واحد من أشهر النجوم من ضمن نجوم مثلث الصيف الشهيرة Summer Triangle of Stars، ذنب الدجاجة والنسر الواقع والنسر الطائر. عمر النجم ده تقريبا 700 مليون سنة، تقريبا كل مواقع الفلك الإخبارية بتغلط في تقدير عمره وبتكتب انه عمره نصف مليار سنة، لكن انا جبت لك الرقم الصح ممكن تشوفه في مصادر الفيديو في الوصف. فيجا النجم اللي حصل عليه اكبر عدد من الدراسات والابحاث، وهو اول نجم نقدر نصوره بالصور الحديثة بعد الشمس والاول مرة سنة 1850، ونقدر كمان نرصد اطيافه في سنة 1872 وفي سنة 2021. قلبت بعض الأبحاث الوسط العلمي ساعتها لما أكدت اكتشاف كوكب بيدور حواليه، لكن جيمس ويب فاجئ الجميع وأكد بشكل قاطع في رصده الأخير من أسابيع لعدم وجود الكوكب الضخم المزعوم. فيجا هو نجم الشمال في الماضي وكمان في المستقبل، طبعا الأرض بتدور حوالين محورها، والتذبذب الطفيف في ميل دوران محور الأرض بزاوية 47 درجة بيغير كل كم ألف سنة نجم الشمال. حاليا هو النجم الجدي بولاريس. فيجا كان نجم الشمال قبل 12 ألف سنة من النهاردة، وحيكون نجم الشمال في سنة 13700 ميلادية إن شاء الله، يدينا ويديكم طولة العمر ويحسن ختمتنا إن شاء الله. عايز أقولك على حاجة لازم كلنا نكون عارفينها، إن الكل نجم من النجوم اللي زي شمسنا وأكبر منها في الكون بيكون ليه قرص غباري بيحيط بيه، ومع الوقت القرص ده بيزول ويختفي. فيجا هو أول نجم يتم تأكيد وجود قرص غباري غريب حواليه سنة 1984. كل نجم من النجوم وخاصة النجوم الشابة بيكون حواليه قرص غباري هو المسؤول عن تكوين الكواكب. الغبار بين النجوم يا جماعة الخير باعث قوي للأشعة تحت الحمراء، علشان كده كان أول تلسكوب بيعمل بالأشعة تحت الحمراء وقتها إيراس قدر يرصد القرص الضخم اللي بيحيط بالنجم فيجا. طبعا احنا هنا عندنا في المجموعة الشمسية بقايا لقرص غباري ضخم كان بيحيط بالشمس في الماضي في بداية حياتها، واللي هو حزام كايبر اللي موجود على اطراف المجموعة الشمسية، واللي بتيجي منه معظم المذنبات اللي بتزور الارض كل فترة وفترة. وحزام الكويكبات طبعا هو الحزام الثاني عندنا بين كوكبي المريخ والمشتري. وقرب نجم فيجا مننا خلى القرص الغباري العجيب بتاعه هو افضل الاقراص النجمية اللي نقدر ندرسها ونصورها، وتوالت الاكتشافات في القرص الغباري العجيب حوالين فيجا خلال السنين اللي بعد كده، زي رصد تلسكوب سبيتزر في سنة 2005 اللي بيرصد بالأشعة تحت الحمراء، واللي بتقدر تشوف الأشياء اللي داخل السحب الكونية الكثيفة وتصورها. نفس اللي تم في النجم فيجا تم في توأمه العجيب النجم فام الحوت، وتم اكتشاف قرص الغبار حوالين فام الحوت برضو في نفس الفترة.
طيب ايه أهمية القرص الغباري ده؟ وليه قرص فيجا الغباري بالتحديد أثار جدل كبير طوال السنين اللي فاتت؟ وجاء تلسكوب جيمس ويب وهابل برصد غريب من أسابيع للقرص ده نسف كل اللي فات، بل وحيغير من تفكيرنا في تكوين الكواكب حوالين النجوم الشابة. بتتشكل النجوم من خلال سحب الغاز والغبار اللي تركتها انفجارات النجوم الأولى في الكون. لما بيتشكل نجم بيتشكل قرص غباري حواليه من السحابة السدمية اللي نشأ منها. من القرص الضخم ده بتتشكل الكواكب. بيطلق النجم في بداية حياته رياح نجمية شديدة الحرارة. الرياح النجمية ديت مهمة لأنها بتشكل وتكون من الغبار الدقيق ده حصى، ومن الحصى بتتشكل صخور صغيرة تبدأ تتصادم مع بعضها وتفكك بعضها، وكمان بتحصل عملية التئام بينها وبين بعضها لما تكون الاصطدامات ديت مش عنيفة، وهكذا بتبدأ الصخور تتجمع مع بعضها لغاية ما تكون كوكب أولي صغير. ولما بتدور الكواكب الأولية دي حوالين النجم في قرص الغبار بتزيح المواد والغبار اللي في طريقها باستثناء الغبار الناعم الدقيق، وبتشكل في القرص فجوات كده زي اللي بنشوفها كده في قرص الغبار حوالين كوكب زحل. وبعد سنين بيبرد القرص التراكمي ده في أطرافه، وبيبدأ الماء اللي موجود في الغبار إنه يتجمد ويشكل من الغبار كور تلجية بتتجمع هي والغاز وبتشكل الكواكب الأولية الغازية على أطراف المجموعة النجمية. ممكن عملية تكوين الكواكب دي تستغرق ملايين السنين. طبعا إحنا مش هنعرف نراقب العملية دي لأن ده أمر مستحيل، إنما ممكن نراقب كتير من الأقراص النجمية في مراحل مختلفة حوالين نجوم من أعمار وبيئات مختلفة، زي البازل كده اللي بنجمعه كده علشان نعرف قصة تكوين الكواكب. طبعا الأمر ده هيحتاج لعينات كبيرة جدا من الأقراص النجمية، وده اللي حصل في مشروع ديسك ديتكتيف سيتيزن ساينس التابع لوكالة ناسا، واللي استخدم مستكشف الأشعة تحت الحمراء وايز اللي رصد ما يقرب من 40,000 قرص من أقراص الغبار حوالين النجوم، يعني 40,000 نجم وحوالي 40,000 قرص. استخدم المشروع العبقري ده كمان مرصد جايا اللي رصد 2 مليون نجم في مجرتنا، وعرف أعمارهم ومقاييس مهمة تانية عنهم، وكمان عرف أنواع النجوم والمجموعات النجمية اللي بتتكون مع بعض واللي بتكون متشابهة في العمر والبيئة والمكان اللي عايشة فيه. ومن خلال تلسكوبات تانية زي تلسكوب ألما وهابل وجيمس ويب بنقدر ندرس بالتفصيل كل قرص غباري على حدة، وده اللي عمله هابل وجيمس ويب في قرص التراكم الغباري حوالين النجم فيجا. وبالرغم من ده كله في حاجة علمية خاطئة جدا بيرتكبها كتير من العلماء، فمن خلال مثال واحد أو أمثلة قليلة بيفترضوا حاجات بيعمموها على جميع الأنظمة، وده بالمناسبة شائع جدا في علم من أهم علوم الفضاء والفلك علم الكواكب. ليه نفترض أن كل الأنظمة النجمية مشابهة لنظامنا الشمسي؟ يعني نجم زي شمسنا وحواليه كواكب من نوعين، صخرية قريبة من النجم وغازية على أطراف مجموعته، وحزامين من الغبار والغاز، واحد قريب من النجم زي حزام الكويكبات، واحد بيحيط بالمجموعة النجمية زي حزام كايبر على أطراف مجموعتنا الشمسية. العلماء اتعلموا خلال السنين القليلة اللي فاتت خطأ التعميم اللي كنا بنقوم به طوال القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين بخصوص الأنظمة النجمية، وعرفنا خلال السنين اللي فاتت إن ممكن تكون في كواكب بتدور حوالين نجم من النجوم بأحجام مختلفة وعلى أي مسافة من نجمها، بل وفي نجوم بتحتوي على أكتر من حزامين من الغبار حواليها، بل وعرفنا إن في كتير من النجوم ملهاش أصلا كواكب، بل وعرفنا كواكب ملهاش نجوم بتدور حواليها سميناها الكواكب المارقة أو الهاربة أو السارحة في الفضاء لوحدها. وعرفنا كمان أنواع من النجوم الفاشلة اللي هي ملهاش كتلة كبيرة زي النجوم علشان نسميها نجوم، وحجمها أكبر بكتير من الكواكب الضخمة زي المشتري علشان نقدر نقول عليها كواكب، حاجة كده في النص ما بين النوعين. وعرفنا كمان إن الكواكب بتكون موجودة أكتر حوالين النجوم اللي بتحتوي على العناصر التقيلة في قلبها بنسبة 25% فما فوق من العناصر اللي موجودة في الشمس، وإن نادر جدا نلاقي كواكب حوالين نجوم عناصرها أقل من 8% من محتوى العناصر التقيلة في الشمس. لكن إيه بقى الغريب في النجم بطل قصتنا النهاردة؟ نجم فيجا بيحتوي على 32% من محتوى العناصر التقيلة اللي موجودة في الشمس، وكتلته حوالي ضعف كتلة شمسنا. وبالرغم من كده الصور الجديدة اللي أظهرها لينا هابل وجيمس ويب من أسابيع قليلة أظهرت أن قرص الغبار حوالي النجم سلس كده وما فيهوش فجوات بتدل على وجود كواكب اتشكلت أو حتى لسه في طور التشكيل.
من اللحظة الأولى اللي بيشتعل فيها النجم من خلال الاندماجات النووية اللي بتحصل في قلبه، بيكون قرص الغبار اللي حوالينه لسه سلس ومتماثل وما فيهوش أي فجوات، لأن لسه الكواكب الأولية ما تشكلتش. بعد مرور 1 إلى 2 مليون سنة بتبدأ ما يشبه الفجوات والتمايز في القرص يظهر، ومع مرور الوقت ولغاية 10 مليون سنة الأولى من حياة النجم، وزي ما قلنا من شوية بتبدأ المنطقة اللي بتتشكل فيها الكواكب يختفي منها الغبار، ويتحول القرص الغباري لقرص من الحطام، واللي بيستمر لكام 100 مليون سنة أو حتى مليار سنة. كتير من التلسكوبات تبعت العمليات دي في مئات الحالات من الأقراص النجمية الغبارية، لكن التغيير الحقيقي في كل ده بدأ في سنة 2022 لما ظهر تلسكوب جيمس ويب. أبهرنا جيمس ويب بصورته الرائعة لقرص النجم أورايون 294-606، اللي مش بيوضح بس بعد النجوم عن بعضها في المساحات الشاسعة في الفضاء، إنما كمان الحجم الهائل للأقراص النجمية دي، زي ما حضرتك شايفها في الصورة قدامك. قرص نجمي بيتجاوز 300 وحدة فلكية، الوحدة الفلكية الواحدة قد بعد الأرض عن الشمس 150 مليون كيلومتر. اضرب 150 مليون كيلومتر كده في 300 وشوف الناتج، فتخيل حجم القرص ده قد ايه في السماء. ومش بس كده، المفاجأة الأكبر مع جيمس ويب عملها في رصده لنجم مشهور جدا عند العرب شبيه بنجم بطل قصتنا النهاردة، النجم فيجا، هو النجم فاملحوت، النجم الغريب اللي عنده أغرب قرص غباري شفناه قبل كده. عمره 440 مليون سنة، وعلى نفس بعد نجم فيجا عن الأرض 25 سنة ضوئية، والنجم ال 18 الأسطع في سماء الليل عندنا. قرص غباري مساحته 133 وحدة فلكية، 3 أضعاف حجم المجموعة الشمسية. ولما جه تلسكوب جيمس ويب بعدساته اللي بتشتغل في نطاق الأشعة تحت الحمراء، كانت المفاجأة الكبيرة الغير متوقعة زي ما حضرتك شايف صورته قدامك. قرص غباري متكون من 3 أحزمة مش حزامين زي عندنا في المجموعة الشمسية، حزام ثالث في النص ما بين الحزام الداخلي اللي بيمثل حزام الكويكبات عندنا، والحزام الخارجي اللي بيمثل حزام كايبر. وإذا كنا مهتمين بالنجم فام الحوت، فلازم برضو نكون مغرمين بالنجم فيجا، أشبه النجوم بيه وخامس ألمع النجوم في السماء بعد الشارة اليمنية سيريوس المذكور في القرآن، ونجم سهيل، وألفا سنتوري أقرب نجم لينا، والسماك الرامح، دول يعني أهم 5 نجوم أو أسطع 5 نجوم في سماء الليل. فيجا تقريبا بيمثل 2.15% من كتلة الشمس، ونجم فام الحوت بيمثل 1.92%. علشان كده فيجا أو النسر الواقع أسطع وأكثر سخونة من نجم فام الحوت. عمر فيجا طبعا احنا قلنا 700 مليون سنة، وده نفس العمر اللي بدأ يختفي فيه قرص الغبار حوالين الشمس وتتشكل الكواكب. لو بصينا لرصد تلسكوب سبيتزر ومرصد هيرشل الأوروبي للقرص دوت في سنة 2005، هنلاقي ان رصدهم اظهر حزامين للقرص، حزام خارجي رائع المنظر زي ما حضرتك شايف كده في الصورة اللي على الشمال، وحزام داخلي اكثر دفئا، وعلى اليمين مقارنة بقرص النظام الشمسي اللي ظاهر فيه حزام كايبر من برة. طبعا من تحت هتلاقي صورة كده صغيرة موضحين فيه الحجم الحقيقي لنظامنا الشمسي مقارنة بنظام فيجا. السؤال المهم دلوقتي، هل أبطل تلسكوب جيمس ويب كل التصورات دي في صورته للنجم فيجا؟ وده الهدف الأساسي من أننا نطلع للسماء تلسكوبات جديدة أقوى وأدق في التصوير من تلسكوباتنا القديمة. طبعا التصورات اللي بتقول ان كل الاقراص النجميه بتنشا في الكواكب من خلال الفجوات اللي بتعملها في القرص بعد 2 مليون سنه على الاكثر من اشتعال النجم وولادته. السؤال الرئيسي دلوقتي، هل دي هي الصوره العامه ولا في استثناءات؟ هل كل الانظمه النجميه اللي تشبه النجم فام الحوت هتكون زي وليها فجوات كبيره وثلاث احزمه مثلا او حزامين زي عندنا في المجموعه الشمسيه وبتنشا عليه كواكب؟ هل في انظمه نجميه فيها حزام واحد او حتى ما فيهاش؟ هل في نجوم ليها مثلا 4 احزمه او حتى اكتر؟ هل ممكن نلاقي نجوم غنيه بالعناصر الثقيله اللي موجوده في الشمس وما لهاش كواكب؟ طب ازاي؟ اسئله طبعا ما لهاش اجابات نهائيه عندنا دلوقتي. هتقول لي طب ليه نسال وما عندناش الامكانيات اللي تخلينا نعرف؟ هقول لك لازم نسال، السؤال نفسه بيتحدانا، واحنا اهل للتحدي بعقول جبارة وهبها لينا المولى عز وجل علشان نبحث ونتفكر ونحاول نغوص في الأفكار دي. صورة هابل بقى حكاية تانية، تمثيل لقرص الحطام حوالين النجم فيجا بحبيبات صغيرة بتمتد في الفضاء الشاسع ما بين 80 إلى 230 وحدة فلكية. انت متخيل المسافة قد ايه؟ ضعف المسافة بين الأرض والشمس أكتر من 200 مرة،
موجودة فيها الحبيبات الصغيرة دي. قد ايه قوة الرصد اللي عمله تلسكوب هابل علشان يكمل لنا الصورة؟ هالة غبارية ضخمة بتحيط بالنجم كل المسافة دي، وده بيوضح الاختلاف الكبير اللي تم اكتشافه بين قرص فيجا وقرص فم الحوت. صورة جيمس ويب كملت الحكاية من خلال الأداة ميري، واللي استخدم فيها الفريق البحثي أكتر من مرشح زي ما حضرتك شايفهم أسفل الصورة. وعلى عكس قرص النجم فم الحوت، قرص فيجا أملس متماثل ومتمركز حوالين النجم بشكل عجيب. أي نعم في حلقة واسعة تشبه حزام كيبر عندنا في المجموعة الشمسية، بتمتد من 80 وحدة فلكية إلى 170 وحدة فلكية كواحدة من أكبر الأحزمة الغبارية اللي رصدناها على الإطلاق، لكن في حاجة غريبة جوه الحلقة أو الحزام الداخلي الأكثر سلاسة وتناسق. في انخفاض طفيف في المنطقة اللي بتبعد عن النجم 60 وحدة فلكية. الانخفاض ده ممكن نقول إنه وارد برضو يكون في كوكب وحيد صغير بيصنع الانخفاض ده أكبر من الأرض 6 مرات، ولكنه أصغر من حجم كوكب نبتون زي ما قال الفريق البحثي واقترح بعض العلماء. طيب دلوقتي السؤال المهم، هل ممكن يكون في كوكب ولا لا؟ الصورة دي بقى بتظهر 4 حاجات. على الشمال من فوق الصورة الخاصة بتلسكوب جيمس ويب اللي أظهرت قرص غباري أملس مفهوش كوكب ده لحد دلوقتي، لكن الصور الثلاثة التانية هي عمليات محاكاة مختلفة لكواكب بأحجام مختلفة زي ما حضرتك شايفها. كل الدلائل بتشير إلى أن صورة جيمس ويب الأخيرة وبشكل قاطع برضو لغاية دلوقتي بتقول أنه مفيش كواكب أو احتمالية نشوء كواكب على النظام النجمي فيجا. طيب فين راحت الكواكب اللي المفروض تكون نشأت أو تكونت حوالين قرص ضخم لنجم شاب ومشرق للغاية؟ المفروض أنه مر بمرحلة تكوين الكواكب في حياته اللي بلغت 700 مليون سنة. ليه القرص ده فضل سلس ومتماثل باستثناء التغير الطفيف اللي اتكلمنا عليه من شوية في مسافة بتبعد عن النجم ضعف مسافة بعد كوكب نبتون عن الشمس؟ بالتالي الكوكب الصغير المحتمل ده في مكان بارد وبعيد عن النجم وبرا المنطقة الصالحة للحياة أصلا. ده لب الموضوع، ده الشيء اللي بيخليهم يصنعوا دلوقتي تلسكوبات تانية أكبر وأدق بكتير من تلسكوب جيمس ويب اللي عمال يبهرنا بصوره ورصده الرائع للغاية. رغم القفزة الكبيرة ما بين جيمس ويب وتلسكوب سبيتزر اللي دقته لا تمثل عشر دقة تلسكوب جيمس ويب في نطاق الأشعة تحت الحمراء، قبل أسابيع من النهاردة ما كناش عارفين نجاوب على الأسئلة المحيرة حوالين النجم فيجا. ليه ما اكتشفناش عليه كواكب وهو النجم الأقرب لينا؟ هل ممكن يكون شائع أن يكون فيه أقراص نجمية كتيرة وكثيفة زي كده تعيش ملايين السنين دون أن تنتج نظام كوكبي؟ بيعلمنا رصد جيمس ويب لنجم النسر الواقع أن الافتراض اللي بيقول أن كتير من النجوم في الكون بتحتوي على كواكب متشابهة وتكوين متشابه للأنظمة الكوكبية حواليها كان افتراض خاطئ. وتعلمنا كمان خلال 20 سنة اللي فاتت من رصد أكتر من 5000 كوكب أن معظم الكواكب البعيدة دي مختلفة تماماً وغريبة عن أشكال كواكبنا في المجموعة الشمسية، وأن الفرضية الجديدة اللي بتطرح على ساحة علم الكواكب دلوقتي بتقول أنه ربما كتير من النجوم لا تحتوي على كواكب ومش عارفين إيه سبب ده، وأن ممكن نلاقي أقراص نجمية تعيش ملايين السنين ولا تختفي، وكأن النجم بعد 700 مليون سنة ما زال طفلاً. والسؤال الأخير اللي لازم نفكر فيه، لماذا لا يزال قرص النجم فيجا موجوداً بعد كل تلك الملايين من السنين؟ وهنا نصل للختام، وبعد الختام سلام. بس قبل السلام ما تنسوش الدعم بقى بالضغط على زر الإعجاب لو أعجبتكم القصة بتاعت النهاردة، ولو حضرتك أول مرة تشوفنا اكبس على زرار الاشتراك واشترك في القناة وتابع فيديوهاتنا اللي فاتت وفعل زر الجرس عشان تتابع معانا الحلقات اللي جاية. واكتبوا لنا في التعليقات هل ممكن يكون في كواكب على نظام النجم فيجا أو النسر الواقع ولا ده أمر مستبعد؟ وعلى وعد باللقاء المتجدد على إنفوسفير ولف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.